خلينا نتكلم برضو في قضية سريعة كده مهمة جدا، واحنا بنتكلم عن الدين والحياة. الحسد والسحر ده موجود ولا مش موجود؟ في ناس بتقول دي خزعبلات، واشمعنى احنا دايما كمسلمين نتكلم في أي حاجة يقول لك ده محسود، لا ده مسحور، دي عين، وبره ما عندهمش الكلام ده ليه؟ وفي ناس بتقول لك لا ده مذكور بالقرآن والسنة. في دقائق قليلة يا دكتور عايز أعرف الحسد موجود فعلا؟ يعني ممكن حضرتك تتحسد، أنا اتحسد، ولا دي خزعبلات مش موجودة؟ لا طبعا، يعني الحسد حقيقة أكيدة بالقرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. قال في آية أخرى: أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. نودي الآيات دي فين؟ نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا يعني: فكل ذي نعمة محسود. الحسد حقيقة، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإن العين لتدخل الرجل القبر، وإن العين لتدخل الجمل القدر. يعني ممكن واحد يحسد واحد يموته فيها، بس بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. فالعين حق والحسد حق، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ من شر حاسد حسد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ بمثلهما. فالحسد حق. وسألوا أعرابي: هو فلان بيحسدك ليه؟ فقال: لأنه جاري في السكن، وشقيقي في النسب، وزميلي في العمل. فجمع يعني عايز تقول اسباب الحسد. يعني عايز تقول لي ان اللي بيحسدك هو القريب منك، القريب. برافو عليك. شخص بعيد ما انت مش هتفرق معاه، لا، جاري في السكن، شايف مداخلك ومخارجك، وزميلك في العمل. دايما اصحاب المهنه الواحده بيبقى بينهم في نفسنا في نفسنا بينهم، وجاري في السكن، وصديقي في العمل، وقريبي في النسب. قريبك بصل لك: بنته اتجوزت وبنتنا لسه قاعده، ده جابوا كذا واحنا ما جبناش. فيقعد يبص لك ويحقد عليك ويحسدك. طب الانسان بقى، بما ان احنا بنتكلم دلوقتي في الحسد مش في السحر، دلوقتي بنتكلم في الحسد، الشخص يعرف منين هو محسود؟ هل مثلا من الصداع؟ هل وقف الحال يعرف منين هو محسود؟ يعرف لما يكون متضايق، مخنوق. ما احنا كلنا متضايقين ومتوتر. طب استنى بس يا دكتور، ما انا هقول لك، متضايقين متضايق قوي فجاه بلا اسباب، قاعدين كده مثلا بناكل مبسوطين في البيت، دبت خناقه حريقه في البيت، مشكله بين الزوج وزوجته، يبقى دول ايه؟ محسودين. ساعات تيجي تنام ما تعرفش تنام، تبقى انت في هذه الحاله محسود. ساعات مثلا حالك واقف، يعني الدنيا مش ماشيه معاك، لا شغل ماشي ولا الدنيا ماشيه ولا اي حاجه ماشيه، تلاقي نفسك متضايق ومخنوق ومتوتر لاتفه الاسباب. تعمل ايه في هذه الحاله؟ الواحد حس ان هو محسود، لازم يتوضا. خد بالك، الحسد نار شديده تخرج من عين الحاسد وتستقر في جسد المحسود. يعني انت عايز تقول لي ان انت عشان واحد يحسد واحد لازم يشوفه، يبقى فيس تو فيس قدامه؟ لا، ممكن حد يحكي له، ممكن الاعمى يحسد. يعني ممكن الاعمى يحسد، ممكن يكون ما بيشوفش ويحسد. انا اما اقعد اقول ايه الدكتور احمد عبدون عنده وعنده 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 وعنده، هو ما شافش عندك اهو، بس ممكن يحسدك بعد فصلك العين. عشان كده استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فان كل ذي نعمه محسود. طب انا حسيت ان انا محسود، اعمل ايه؟ يبقى في هذه الحاله ممكن اخد، يعني لازم الميه، لا يطفئ النار الا الايه؟ الميه. اتوضا، اقوم ايه؟ اتوضا. فاذا توضات اكرمني الله سبحانه وتعالى، لانه لا يطفئ النار الا الايه؟ الا الماء. واعود نفسي دايما بالمعوذتين، وقبل ما اخرج من بيتي كده عليها بالادعيه. الناس دي بتتحسد عشان بتنسى تحصن نفسها. لو انت يا دكتور احمد وقفت في دولات زيرو من دول النهارده، زيرو من دول كده في بلكونه بقميص من نص كم، هيحصل لك ايه في البرد ده؟ يعني هتاخد نزله برد جديده بالذات النهارده. يعني طب استاذك بس ناخد بس اول اتصال تليفوني في حلقه النهارده. استاذ احمد اهلا بيك، اتفضل. استاذ احمد احنا سامعينك، اتفضل، انت على الهوا، اتفضل. دكتور انا عايز اتكلم بس موضوع الحسد ده. لا معلش صوتك مش واضح، تقف بس في مكان فيه شبكه، اتفضل. موضوعين، الاول عن كنت عايز اتكلم معاك في موضوع الحسد. ايوه الحسد، احنا عندنا في المجتمعات العربيه اي حد بيحصل له حاجه بيتحسد. ايوه يعني واحد فانوس عربيته اتخدش اتحسد، واحده ما اتجوزتش محسوده، واحد ما اعرفش ايه. مع ان انا شايف ان في اسباب يعني علميه او اصح من فكره الحسد، رغم ان هو مذكور في القران. طب ازاي انت بتنكره وهو مذكور في القران؟ مذكور طبعا، بس احنا في الاخر بنستسهل وكل حاجه انا محسود، اي مشكله بتحصل لي في حياتي انا محسود. تمام أنا طيب تمام، وصل الرساله. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني برضو في فكره، لو افترضنا ان يعني انا محسود، انا اعرف ازاي؟ انا ممكن يكون حظي سيء في الحياه،
بس انا اعرف منين ان انا محسود. ماشي حاضر. طيب بشكرك. هو طرح قضيه وكلنا بنطرحها بيننا وبين بعض. هو حسد ولا فشل؟ حسد ولا عقبات بتعوقك عن النجاح؟ هي في الحقيقه هو نظره من اعين الناس، فبترتب ذلك وانت كسلت شويه وما اتخذش الاجراءات الاحترازيه للوقايه من الحسد، وبالتالي حصل لك مشكله كبيره جدا. لكن خد بالك لو انت ماشي على الكتالوج زي ما قلت قبل كده، لو انت متوضي، لو انت بتصلي، لو انت محصن نفسك. طب الاحجار يا دكتور، مش هيجي لك حسد. يعني الحجر اللي يقول لك حط فاروزه زرقاء، اللي بيحط مثلا قدام البيت كف ما شاء الله، هذا كله كلام لا يصح ولا يجوز ولا خالص. يعني اللون الازرق ده لا تحمي من الحسد ولا اي شيء على ما بيعمل ايه. الحاجة الوحيدة دي عادات وتقاليد موجودة بيننا، لكن الشرع بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا عليكم بالمعوذتين، انك تتعوذ. وقال لنا تاني في حاجة مهمة جدا عشان البيت يبقى بيت كده فيه خير وفيه ما فيهوش شياطين، ما فيهوش حسد. اصل خد بالك في فرق بين حاجة. ايوه نعمل ايه بقى؟ نكمل الجملة دي عشان البيت ما يبقاش فيه. البيت لابد ان نقرأ القرآن فيه كل يوم. لازم نقرأ فيه القرآن. نشغل إذاعة القرآن الكريم ولا نقرأ؟ لا في ناس بتستسهل وتروح مشغلة الراديو. نقرأ ونسمع ونشغل إذاعة القرآن الكريم. وقبل ما ننام نقرأ الأدعية ونقرأ الأذكار ونكون مع ربنا سبحانه وتعالى. طب رش الملح ده له علاقة بالحسد؟ لا ملوش. يقول لك في الإركان. لا 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 ملوش علاقة. ده هذه عادات وهذه تقاليد أيضا ما أنزل الله بها من سلطان. اللي عايز أقول لك قبل ما أنسى حاجة مهمة جدا، في فرق بين النظرة والحسد. في فرق ما بين النظرة والحسد. عشان السعرة. طب نبدأ بالنظرة اللي هي ايه؟ الحسد هو نار تقمع المحسود. النظرة من أعين الجن. الحسد من أعين الإنس. خد بالك. لا تاني كده. الحسد الإنسان هو اللي بيحسد. بني آدمين. إنما الجن هو اللي بينظر؟ الجن ينكر ما يحسدكش، الجن ينظرك. إيه الفرق بقى؟ أقول لك بقى، أقول لك حديث صحيح في صحيح البخاري أن فتاة سعفاء الخدين في وجهها صفرة جاءت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام استرقوا لها فإن بها نظرة من أعين الجن. يعني الجن مش بيحسدك، الدين بيديك نظرة. يعني ممكن شيطانك قرينك، كل واحد فينا معاه قرين كافر من الجن. هذا القرين الكافر اليك منكب على الطاعة وبتصلي وعارف ربنا، فيبتدي يعمل ايه؟ يحقد عليك فيحسدك، لانه ريح جهنم ريح جهنم، فهو عايز ياخدك معاه، وهيجي خصمك قدام ربنا يوم القيامه. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام من العباد. فيجي خصمك قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه. عشان كده هو رايح النار، رايح النار، فزعلان انك انت مش هتروح معاه، فيبتدي يحقد عليك، فتحس ان جسمك مدشدش او تعبان او مخنوق او متوتر، او تقوم من نومك نفسك مش قادر تقوم، تعبان على طول، هو قادر تقوم، عايز تنام، خناقه مع المدام لادفع الاسباب، خناقه مع الاولاد لادفع الاسباب، ما انتش طايق نفسك، بتشتم ده في التليفون، بتخانق معاه في التليفون. عندئذ ينبغي عليك انك تغتسل بالميه. ما فيش اغتسال، ما تقدرش تغتسل، يبقى على الاقل توضا وصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين، وحصن نفسك قبل ما تنام بالمعوذتين. وعايز اقول لكم الناس شايفين يعني السلف الصالح رضي الله عليهم كانوا بيتوضوا للنوم. خد بالك سيدنا النبي قال لنا حديث جميل قوي، قال لنا من توضا للنوم ايه؟ جزاه عند ربنا ايه؟ اللي يتوضا للنوم، من توضا للنوم بات بين دثاره ملاك يستغفر له حتى الصباح. يعني ايه الدثار؟ يعني بين اللحم والثوب. حضرتك يا دكتور احمد لو قمت بس توضيت عشان تنام ونمت، ملاك حتى الصباح في دثارك يسبح الله ويكتب الله لك ثواب هذا التسبيح ويوضع في ميزان حسناتك باذن الله اذا توضيت للنوم بس. طب دي قضيه خطيره جدا، لان في ناس بتنام على جنابه وتقول لك انا اقوم قبل الفجر، يعني نستحمى ونتوضى ونصلي الفجر. فدي نقطه مهمه جدا، على الاقل مهمه جدا، على الاقل لابد ان هو يقوم يتوضا. ممكن مش قادر، الدنيا برد ومش قادر يغتسل، ممكن يتوضا وينام، ولو اغتسل يبقى افضل. لكن ممكن على الحد الادنى ما ينامش لغايه الصبح، يقوم تعبان، يقوم مكسر، خبيث النفس، كسلان، لكن لازم طيب. يقوم يتوضا على الاقل. يعني اذا الدكتور وهدان وعالم ازهري اتكلم عن النظره واتكلم عن الحسد واتكلم ده مذكور بالقران والسنه. خلينا نتكلم بقى عن عيك، برضه تطرقت الى الجن. البعض بيقول احنا كمسلمين بس بنتكلم عن الجن، يعني ما سمعناش بره في اوروبا مثلا او في امريكا مشغولين بتاثير الجن على البشر. يعني هما اصل احنا هي حضاره في الغرب، هي حضاره ماديه، لكن انشغالنا وعدم انشغالنا احنا مسلمين وملتزمين بما جاء في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكيتك يا دكتور احمد والساده المشاهدين عارفين ان في سوره كامله في القران اسمها سوره الايه؟
الجن تحدث الله فيه عن الجن وأنهم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم مكلفون مثلنا تماما بنص قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والجن هم أجسام نارية قادرة على التشكل بأشكال حسنة وأشكال قبيحة يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون مكلفون مثلنا تماما نعم. وسوف أسألهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مثلنا تماما نعم شكرا.